السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الأحباب الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأرحب بكم إلى برنامجكم كلام طيب، وأطيب الكلام كلام الله رب العالمين. ما زلنا نتأمل ونتدبر في كتاب الله عز وجل. كنا قد وصلنا إلى سورة فاطر ونظرنا في أولها وفي أوسطها، ووصلنا أيها الأحباب الكرام إلى الآية 49 ابتداء من قول الله سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد، إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. ولا تزر وازرة وزر أخرى، وإن تدع مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربى، إنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب وأقاموا الصلاة، ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسه وإلى الله المصير. وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور، وما يستوي الأحياء ولا الأموات، إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في القبور، إن أنت إلا نذير. إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا، وإن من أمة إلا خلا فيها نذير، وإن يكذبوك فقد كذب الذين من قبلهم جاءتهم رسلهم بالبينات وبالزبر وبالكتاب المنير. ثم أخذت الذين كفروا فكيف كان نكير. ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها، ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود، ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك، إنما يخشى الله من عباده العلماء، إن الله عزيز غفور. إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور، ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله، إنه غفور شكور. صدق الله مولانا العظيم. هذه الآيات البينات من سورة فاطر نزلت على قلب النبي المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وهو لا يزال بمكة المكرمة. قضى حوالي 5 إلى 6 سنوات في الدعوة الجهرية يدعو مشركي قريش ومشركي العرب، يدعوهم إلى الإيمان بالله الواحد الأحد، ويدعوهم لتصديق بالقرآن العظيم، ويدعوهم لكي يستقيموا على الطريقة التي اختارها المولى عز وجل. ولكن كان دوما صلى الله عليه وسلم يتلقى الصد والرد من طرف المشركين وصناديد قريش
وما حولهم من الأعراب والعرب. والله تعالى كان يسلي نبيه ويؤازره ويثبت قلبه لكي يثبت على الإيمان واليقين ولا يغرنه تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل. ومن خلال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم يثبت الله الذين آمنوا خصوصا المستضعفين من الصحابة، كانوا جلهم من العبيد ومن الفقراء ومن المستضعفين في الأرض، فالكل كان يشعر بأن إيمانه يتقوى كلما سمع هذه الآيات البينات العطرة من كلام الله عز وجل. تعالوا بنا أيها الأحباب الكرام نتأمل نتدبر في هذا الخطاب القرآني الرباني الإيماني لكي نزداد معهم إيمانا ويقينا. في مطلع هذه الآيات ابتداء من الآية 15 من سورة فاطر، ربنا عز وجل يقول: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. خطاب من الله تعالى لجميع الناس، كل الناس. يا أيها الناس، بمعنى أن الدين الإسلامي ليس دين خاص ببلاد قريش أو ببلاد العرب أو ما حولها، لا، الدين الإسلامي منذ أول وهلة جاء للعالمين، جاء لكل البشر، للإنس والجن، وجاء للأبيض والأسود، وجاء للمسلم وغير المسلم. الدين الإسلامي منذ أول وهلة اختاره المولى عز وجل ليكون للعالمين نذيرا. لهذا نجد أول سورة في القرآن الكريم يقول فيها المولى عز وجل: الحمد لله رب العالمين. نظام العولمة بمعنى للبشر جمعاء. لهذا كلما قرأنا قول الله تعالى يا أيها الناس، الخطاب للجميع: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله. يخبرهم الله تعالى ويخبر كل الناس بحالهم ووصفهم أنهم فقراء إلى الله سبحانه وتعالى من جميع الوجود، وأنه سبحانه هو الوحيد الغني الحميد. كيف معنى البشر فقراء إلى الله؟ نعم، البشر فقراء إلى الله في الإيجاد. نحن كنا عدم، كل البشر كانوا عدم، كانوا لا شيء، ثم صيرهم الله تراب، ثم نخفخ فيهم الله الروح، ثم أوجدهم بشرا. فلولا إيجاد الله لنا لم نوجد ولم نكن، فنحن فقراء إلى الله من حيث الإيجاد والخلقة. ثم نحن فقراء إلى الله في الإعداد بالقوة. من وهبنا السمع والبصر والعقل والفؤاد؟ من وهبنا الأعضاء والجوارح؟ من أعدها وأحسن إعدادها؟ أيزعم أحد أنه هو الذي صنعها؟ أهي الطبيعة الصماء البكماء؟ حاشا وكلا، إنه خلق الله. لولا أن الله تعالى أمدنا بالقوة بالسمع والبصر والعقل والفؤاد والأعضاء والجوارح ما كنا سنكون. ثم إننا فقراء إلى الله بالأقوات والأرزاق. لولا الله تعالى ما وصلنا شيء من القوت ولا الرزق، لولا فضله، لولا إحسانه، لولا تيسير أموره لما حصلنا على شيء من الرزق. من الذي يسير الرياح والسحب وينزل المطر من السماء ويأمر الأرض والتراب أن تنبت الزرع والضرع؟ من الذي أحيا الأرض بعد موتها؟ من الذي أعطانا هذه النعم التي لا تعد ولا تحصى؟ أيزعم أحد أنه الذي خلقها وأنشأها؟ حاشا وكلا، إنه الله سبحانه وتعالى، وبذلك نحن فقراء إليه. ثم إننا نحن فقراء إلى الله لكي يصرف عنا السوء ويدفع عنا المكاره ويزيل عنا الكروب والشدائد. لولا أن الله تعالى يحفظنا ويكلأنا لأصيبت الأرض بالزلازل والبراكين والفيضانات وبهجوم الحشرات والأوبئة وهجوم الناس بعضهم على بعض وقتل بعضهم بعضا. لا إله إلا الله. لولا أن الله تعالى صرف عنا النقم
ودفع عنا المكاره وأزال عنا العسر، لا كانت حياتنا عذاب في عذاب. فربنا هو الذي يحمينا، وهو الذي يحفظنا، وهو الذي يدفع عنا الكروب ويفرج عنا الشدائد. ثم إننا فقراء إلى الله تعالى في التربية. نحن بني البشر صرنا نعرف بأن الحق حق والباطل باطل، نعلم بأن الأخوة قيمة إنسانية رائعة، المحبة، السلام، التضامن، التكافل، التعاون، التآزر، الحماية، كل هذه قيم تربوية. من علمها لنا؟ إنه الله تعالى علمها لنا بغير معلم، إنها مركوزة في الفطرة السليمة. لا نحتاج لأحد أن يعلمنا حقوق الإنسان ولا مبادئ الثورة الفرنسية ولا أي من هذه الكلمات المعسولة، لأن الفطرة البشرية تعرفها بإعاز من الله تعالى، هو الذي ربنا وأعطانا القدرة على الفعل والترك، نفعل الخير ونترك الشر، هو الذي ربنا على ذلك بالفطرة، فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم. فنحن فقراء إليه في التربية والتوجيه، ونحن فقراء إليه أيضا لأنه علمنا، علمنا ما لم نعلم. الله تعالى أعطانا العقل وأعطانا البصر والسمع والقدرة للنطق والفهم والإدراك. تصوروا لولا هذه الوسائل للفهم والإدراك لكنا حمقى ومجانين، ولكن الله تعالى هو الذي أعطانا كل هذه الأمور بما يصلح حياتنا ويصلح شؤوننا. فلولا تعليمه لنا لم نتعلم، ولولا توفيقه لنا لم ينصلح حالنا. فنحن فقراء إلى الله. ثم إن فقراء إلى الله بالذات إليه، نحن فقراء إليه لأن العباد لو يكن لهم إله رب لاتخذوا آلهة شتى، لأن الإنسان مفطور على العبادة. من لم يعبد ربه جل علاه خالق السماوات والأرض هل سيكون ملحدا؟ هل سيكون لادينيا؟ كلا، ما فيش حد ملحد أو حد لاديني، كل واحد له إله. حتى من يزعم أنه ملحد له إله، إلهه هواه. ونحن نعلم في تاريخ البشرية كل من لا يعبد الله يعبد غير الله ويعبد آلهة شتى. هناك من يعبد الأصنام أو الأوتان، وهناك من يعبد النجوم والأفلاك، وهناك من يعبد الحيوانات كما هو في الهند الآن وفي الصين، وهناك من يعبد الزعامات والقيادات والإيديولوجيات كما في روسيا وغيرها، وهناك من يعبد أشياء غريبة جدا. لكن بتوفيق الله عز وجل وفقنا لكي نعبده وحده، خالق السماوات والأرض ورافعها بغير عمد، فهو سبحانه وتعالى هو الذي علمنا. نحن فقراء إلى الله. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. الله سبحانه وتعالى لا يحتاج إلى أي شيء، له الغنى التام من جميع الوجوه، لا يحتاج إلى ما يحتاج إليه الناس، لا يفتقر إلى أحد. حتى عبادتنا له لا تنفعنا بالمرة أبدا، فنحن فقراء إلى الله. ولهذا نجد أهل الإيمان تتسموا الفقراء إلى الله، يقول لك الفقير، الفقير هو غني، رجل غني من الأثرياء، عنده تجارة وعنده أموال وعنده بيت فارغ وعنده خدم وحشم، وكيتسمى الفقير. ليس فقير من حيث المال، يقول أنا فقير إلى الله. مهما ملك العبد من المال يملكه في يده، أما قلبه فهو يتبقى لله عز وجل. المال لا يصل إلى القلب، والدنيا لا تملك القلب، مهما ملكت من الدنيا فهو يبقى في يدك، إن بقي فليبقى وإن زال فلا بأس بذلك، لكن قلبك يبقى لله وحده لا شريك له. هذو هما الفقراء. وحنا عندنا هذا المصطلح في المغرب كنقولوا الفقير، الفقير فلان، الفقير فلان، بمعنى فقير إلى الله. قد يكون من الأثرياء، قد يكون من كبار رجال السلطة وكبار رجال المخزن، وكنسموه فقير إلى الله. كتلقى متواضع، هين، لين، ذاكر، ويخشى ربه. ليس القضية مرتبطة بالمال، قد يكون فقير من حيث المال ولا منصب له وفيه كبرياء وخيلاء، والعكس صحيح. فكل الناس فقراء إلى الله سبحانه وتعالى.
يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد، إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد، وما ذلك على الله بعزيز. لا إله إلا الله. هذه الآية مخيفة جدا. الله تعالى يهدد المتكبرين ويهدد المشركين ويخوفهم ويتوعدهم، إن شاء سبحانه وتعالى أيها الناس غيركم الله ويأتي بغيركم من الناس. ممكن في أي لحظة المتكبرون عن عبادة الله، الذين يتجبرون على ملكوت الله ويظنون أنهم أقوياء، يستطيع المولى عز وجل أن يمحو أثرهم. كل الناس المتكبرين يستطيع الله تعالى أن يمحو أثرهم بأن يبعث لهم جندي من جنوده، وما يعلم جند ربك إلا هو. جنود الله كثيرة، قد يكون هناك رياح، أو تكون هناك خفافيش، أو تكون هناك حيوانات غريبة أو أشباح أو غير ذلك. حتى ما يسمى الآن بفيروس كورونا، هناك من يقول هل هو وباء كوني أم هو فيروس مصطنع من الدول العظمى المتصارع على النفوذ، أم هو عقاب إلهي. وفي على كل حال، قل كل من عند الله، هذا نوع من ألوان القوة والجبروت الإلهي. لو شاء ربنا عز وجل في لحظة ممكن أن يذهب الناس كلهم من في الأرض، المتكبرون المتجبرون المتسلطون، كل من يقول أنا يستطيع الله تعالى بجرة قلم بشق كلمة كن فيكون يغير كل شيء ويأتي بخلق جديد. هذا تهديد للخلق بالهلاك والإبادة، وأن مشيئة الله تعالى غير قاصرة عن ذلك، وما ذلك على الله بعزيز، أي هذا الأمر غير ممتنع عن الله ولا معجز له سبحانه وتعالى، بل هو على كل شيء قدير. ثم قال سبحانه وتعالى ولا تزر وازرة وزر أخرى وإن تدع مثقلة لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربى. لا إله إلا الله، هذا كلام مخيف. لا إله إلا الله. ولا تزر وازرة وزر أخرى وإن تدع مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربى. لا إله إلا الله. ما معنى هذا الكلام؟ معناه أيها الأحباب الكرام أنه يوم القيامة، يوم الحساب، هو قريب، إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا. يوم القيامة بعد أن يموت الناس أجمعين ويقومون، القيامة هو خروج من القبور، ربنا ينفخ في الصور فإذا هم قيام ينظرون، جميع من ماتوا سوف يقومون. إنه شبيه بالنوم، نوم عميق، توقف عندهم الزمن ليلة أو ضحاها يقومون، وهنا سيقع هناك الحساب وهناك الجزاء. فما معنى ولا تزر وازرة وزر أخرى؟ أي لا أحد يجازى بعمله عن غيره، ولا يحمل ذنب غيره، كل واحد بنفسه. في الدنيا الناس يستغيثون بالكبراء ويستغيثون بأصحاب النفوذ ويقدمون لهم المساعدة ويحمونهم. قد يكون إنسان مخطئ، قد يكون مجرم، قد يكون جاني، ولكن إذا كان عنده صولة وجولة وعنده معارف فإنهم يستطيعون أن يحمونه، وممكن أن يغيروا الباطل حقا والحق باطل. ممكن، الدنيا كثير في هذا في جميع البلاد وفي جميع الأعصر من التاريخ، لكن يوم القيامة الأمر مختلف، لا يستطيع أحد أن يغير ولا أن يبدل ولا أن يتحمل عن الآخر. ولا تزر وازرة وزر أخرى وإن تدع مثقلة لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربى، أي نفس جاءت مثقلة بالخطايا، شخص كان مذنب، كان يتساهل في الذنوب، كان فيه فسق وفجور وظلم وطغيان، جاءت نفسه مثقلة بالذنوب وجاء يستغيث. من يستطيع أن يتحمل عليه هذا الوزر؟ خادم من الخدم أو شخص من عامة الناس؟ هل يستطيع؟ أبدا. حتى والديه ما يستطيع يستغيث. من يحمل عنه الأوزار؟ لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربى. حتى المقربين إليه، أمك وأبوك وأخوك وزوجتك، لا أحد يستطيع أن
يتحمل عنك. حتى الحميم لا يساعد حميمه، والصديق لا يساعد صديقه. وقد قال الله تعالى: يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. الكل يقول نفسي نفسي. فيتمنى العبد أن يكون له حق على أحد ولو على والده وأقربه، ولكن أبدا. هنالك الناس السواسية، تلك هي الديمقراطية الحقيقية، وتلك هي العدالة الاجتماعية التي لا ريب فيها ولا تبديل ولا تغيير. إلى أن قال ربنا عز وجل: إنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب وأقاموا الصلاة. لا إله إلا الله، ربنا عز وجل يثني على هؤلاء. أي يا محمد، دورك ووظيفتك في الحياة هي الإنذار. إنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب وأقاموا الصلاة ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسه وإلى الله المصير. المعنى يا محمد، هؤلاء الذين تخاطبهم لا تحمل نفسك فوق ما تطيق. أنت دورك هو التبشير والإنذار. إنما تنذر من كان يخشى ربه. هناك قوم فيهم الخشية، هناك أهل إيمان وأهل اليقين يخشون الله، ربنا يثني عليهم. فعلا هناك سبحانك يا جليل، الناس ليسوا سواسية. يا ما جلسنا مع أقوام وأجناس ومع بشر ليسوا سواء. هناك فئة يا سبحان الله لهم قلوب طيبة، قلوب مؤمنة، ما إن يسمع كلام الله حتى تجد فؤاده يرتشف، وتجد عيناه تدمع، وتجده يخشى الله تعالى ويخاطب نفسه: يا رب تب علي واغفر لي وسامحني. وهناك فئة أخرى من الناس إذا خاطبتهم سخروا منك، بل منهم من يضع أصابعه في آذانه ويستغشي ثيابه ويسر على ذلك استكبارا ويقول: هذا أساطير الأولين. حتى في عصرنا هذا، عصرنا هذا، هناك أقوام لا يحبون هذا الكلام، لا يحبون سماع القرآن ولا الحديث عن الدين ولا عن العقيدة. يعتبرون هذا نوع من الأساطير الأولين أو أنه كلام قديم. والحقيقة ليس أنهم عقلانيون ولا تقدميون ولا أنهم أصحاب أفكار جديدة. كنا في الأمر أن الله لم يعطهم نور الإيمان، محرومين. هؤلاء نسميهم المحرومون، حرمهم الله تعالى من نور الإيمان، فهو لا يريد أن يسمع. أما أهل الإيمان يخشون ربهم في السر وفي العلانية، في المشهد وفي الغيب. إنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب. أول صفة من صفات الإيمان أنهم يخشون الله في الغيب. إذا سمعوا الحديث عن الجنة والنار والقبر والقيامة والحساب تجدهم يرتشفون. أول صفة لهم. وأيضا ربنا زاد وأكد على صفة أخرى: وأقاموا الصلاة. أي أنهم من صفاتهم أنهم يقيمون الصلاة، من علامات أهل الإيمان الذين يخشون ربهم يصلون الصلاة في الوقت ومع الجماعة، وإذا صلوا خشعوا في صلاتهم. لم يقول وأدوا الصلاة، ليس أداء، بل أقاموا الصلاة. الإقامة يعني أن تؤديها في وقتها مع الجماعة وتؤديها بخشوع وطمأنينة، هذه الإقامة. ثم يزكون أنفسهم بعد أن آمنوا بالغيب وأقاموا الصلاة: ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسه وإلى الله المصير. بمعنى أن هؤلاء أهل الإيمان تجد دائما يبحث كيف يصلح نفسه. نفسه مريضة رغم أنه مؤمن ويخشى الله وعيناه تدمع كلما سمع كلام الله، ومع ذلك يتهم نفسه، يقول: أنا ما زلت مفرطا. فتجده يبحث كيف ينقي نفسه من العيوب، ربما قد يكون فيه رياء، ربما قد يكون فيه كبر، ربما قد يكون فيه خداع واتفاق، ربما قد يكون فيه كذب وغش أو أي خلق من الأخلاق الرذيلة. إنه يريد أن يتخلص منها ويتحلى بالأخلاق النبيلة الجميلة. يريد أن يكون صادقا، يريد أن يكون مخلصا، يريد أن يكون متواضعا لين الجانب، يريد أن يكون صدره سليما خالي من الحقد والحسد، يريد أن يكون صالحا مصلحا، وأن ينصح العباد
وأن يوجه الخير إليهم. يقول يا ناس هذا كلام الله، تعالوا بنا. النصح للعباد من صفات أهل الله أنهم لا يكتفون بصلاحهم، وإنما يطرقون أبواب الآخرين ويحرصون على أن يكون النصح للعباد أيضا، لأن النصح للعباد من أكبر وأجل القربات إلى الله تعالى. أن الإنسان عرف الخير ويريد أن يدل الناس على الخير، يقول أيها الناس إياكم والغفلة. لهذا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يودع ماذا كان يقول؟ يقول بلغوا عني ولو آية، بلغوا عني ولو آية، آية واحدة بلغها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. تصوروا نحن الآن بالملايين لو كل واحد منا بلغ عن رسول الله آية واستفدنا من بعضنا البعض، لكنا من أهل الفضل والخير الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر. إلى أن يقول الله عز وجل ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسه وإلى الله المصير. سبحانه وتعالى المصير إلى الله، نحن نسير إلى الله كل يوم ودعناه انقضى من أعمارنا. هذا اليوم مثلا وقد صلينا صلاة المغرب وغربت شمسه، هذا اليوم انقضى من عمرنا، لن يعود إلى يوم القيامة، وكل يوم ينقضي يقربنا أكثر إلى الله، نحن نسير إلى الله. لما سأل أحدهم الآخر قال له يا فلان كم عمرك؟ قال عمري 60 سنة. قال إيه 60 سنة وأنت تسير إلى الله؟ أوشكت أن تصل. كل واحد منا لا يدري متى سوف ينتهي عمره، ولا يسمى نهاية العمر، وإنما الوصول إلى الله، وإلى الله المصير. فيجازي الخلائق على ما أسلكوه ويحاسبهم على ما قدموه وعملوه، فعلى الإنسان أن ينتبه. ثم يقول ربنا عز وجل بعد ذلك وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور وما يستوي الأحياء ولا الأموات إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في القبور. لا إله إلا الله. انظروا إلى كلام الربوبية، هذا الكلام في حد ذاته إعجاز، دليل على أن المتكلم إله. لا يعقل أن يكون بشر مدعي أن يقول مثل هذا الكلام، هذا كلام ألوهية، هذا في حد ذاته حتى ولم نستحضر الإعجاز العلمي والإعجاز المنطقي والإعجاز الرياضي والإعجاز الفيزيائي والإعجاز الطبي، حتى بعيدا عن كل هذا، مجرد أن تسمع هذا الكلام اللغوي تفهم بأن الذي يتكلم المتكلم هو إله. وما يستوي الأعمى والبصير. الله تعالى يخبر هنا أنه لا يتساوى الأضداد في حكمة الله. الله خلق الوجود فيه أضداد، هناك الأعمى وهناك البصير، فالبصير هو الذي يبصر بعينيه ويرى الشمس والقمر، يرى الألوان، يرى الطيف، يرى الخضرة، خضرة النبات وزرقة المياه، يرى وجوه الناس وملامحهم، نعمة البصر. أما المسكين الذي سلب الله منه البصر فإنه لا يرى إلا ظلام في ظلام، طبعا لا يستويان ولا الظلمات ولا النور. إذا ذهبت إلى مكان فيه ظلمة ظلام دامس ومكان آخر فيه نور فيه ضياء، فرق كبير، لا يستويان. ولا الظل ولا الحرور، مكان فيه ظل ظليل ومكان آخر فيه حر شديد وعطش شمس حارقة، طبعا ما يستوي. ربنا عز وجل يعطينا هذه الأضداد لكي يصل إلى شيء آخر، فليس المقصود هو هذه المذكورات، وإن المقصود أن هناك متضادات معنوية هي أولى وأولى. فهناك الحياة والموت وما يستوي الأحياء ولا الأموات، ليس المقصود هنا بالظاهر، لأن القرآن الكريم في تفسيره هناك التفسير الظاهري وهناك التفسير الباطني المعنوي المقاصدي. فالمقصود أن الله عز وجل يريد أن يقول لنا أيها الناس لا يستوي المؤمن والكافر، الكافر
قد ستر حجب الله عنه. أما المؤمن فيرى كل شيء بقلبه وضيائه، لا يستوي المهتدي والضال. فالضال إنه لا يعرف بوصلة تقود للطريق المستقيم، أما المهتدي فقد أخذ الله به إلى نور الهداية. لا يستوي العالم والجاهل، الذي عنده علم الله وعنده معرفة بالله هذا من أهل الله وخاصته، أما الجاهل قد يكون يعلم كل شيء، يعلم من الذرة إلى المجرة، ويعلم في السياسة والاقتصاد والفن والرياضة والأمور الاستراتيجية كلها، لكنه لا يفقه في الدين، لا يفقه في البعث والنشور، لا يفقه فيما يقرب إلى الله، ما ينفعه كل هذا. لا يستوي العالم ولا الجاهل، ولا يستوي أصحاب الجنة ولا أصحاب النار، ولا يستوي أحياء القلوب وأمواتها. فالمقصود لماذا لما قال الله عز وجل وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور وما يستوي الأحياء ولا الأموات، كل هذا أراد الله عز وجل أن يصل إلى فكرة أساسية، هي أن هناك من عندهم قلوب حية وهناك من عندهم قلوب ميتة. فالحياة الحقيقية والموت الحقيقي هو موت القلوب. قد يكون الإنسان الآن معك يأكل ويشرب ويتكلم لكن قلبه ميت، هذا يسمى ميتا عند الله. وقد يكون الإنسان في القبر قد دفن لكنه لا زال يذكر ربه في القبر، هو حي. لا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أموات بل أحياء عند ربهم يرزقون. وقد يكون الإنسان يبدو أنه على حق وهو يتبع طرق وأساليب وإيديولوجيات وفلسفات شتى لكنها غريبة عن الإيمان، فكل ذلك باطل. فربنا عز وجل بين هذا التفاوت والفرق لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. هناك البشر فيهم مراتب وهناك ميزات خفية. لا يغرنك ظاهر الأشياء، لا يغرنك الظاهر، إنها لا تعمل أبصار وإنما تعمل القلوب التي في الصدور. إلى أن قال الله عز وجل إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في القبور. فالله تعالى هو الذي يعطي السمع والفهم، معنى يسمع أي سماع فهم وقبول. الكل يسمع لكن هناك فئة تسمع فتتأثر وتفهم وتقبل وتعمل، وكأنها تربة جاءها المطر من السماء فقبلت الماء ثم نضجت التربة، ثم إذا بالعطاء الرباني هناك زرع وهناك كلأ وهناك ثمور، في حين أن تربة أخرى صلبة إذا جاءها الماء لا تقبل أي شيء. هكذا البشر. فالله سبحانه وتعالى هو الذي يعطي، هناك من يسمع لكن يضع في آذانه وقر وفي قلبه قفل، أما هناك أهل الإيمان فيسمعون ويفهمون، والذي أسمعهم هو الله سبحانه، والذي أفهمهم هو الله سبحانه، والذي دفعهم للقبول والعمل هو الله سبحانه. فكان أهل الإيمان يشكون الله مرات متعددة، فيقول ربنا أكرمنا بالإيمان وأعطانا القبول، لولا هو سبحانه ما آمنا، لو شاء لختم على قلوبنا، فهذا فضل من عند الله تعالى. هو الهادي الموفق جل علاه. إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في القبور. يعني يا محمد هناك فئات أموات القلوب رغم أنهم أحياء وكأنهم في القبور لا يسمعون، كما أن أهل القبور اذهب إلى أي مقبرة ونادي عليهم هل سيجيبك أحد؟ لا أحد، ماتوا. فكذلك هناك أحياء أموات القلوب رغم أنك دعوتهم وشرحت لهم وطلبت منهم الاستقامة والمبادرة للخير لكنهم لا يسمعون. فالنبي الكريم كان يبذل جهودا كبيرة، كان يتعب وكان يشق على نفسه في الدعوة، فقال له يا محمد إن أنت إلا نذير، لا تتعب نفسك، وظيفتك هي النظارة وإبلاغ ما أرسلت به، إذا قبل منك فذلك فضل من الله، وإذا لم يقبل منك فلا يلوم إلا أنفسهم، إن أنت إلا نذير.
إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا. الله الله الله، ربنا عز وجل ينادي على نبيه وصفيه محمد صلى الله عليه وسلم ويؤكد له بأن وظيفتك يا محمد هي أنك أرسلناك إلى الناس بالحق بشيرا ونذيرا، أنك إذا وجدت أهل الإيمان واليقين فبشرهم بالجنة، بشرهم بعطاء الله، بشرهم بلطف الله، بشرهم بكرم الله. ربنا قد أعد لهم في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. لو سألت الأموات الآن في قبورهم وفي البرزخ لقالوا ويحكم يا أهل الدنيا، هل علمتم ماذا أعد الله لنا من نعيم، نعيم في البرزخ؟ لقد التقينا مع آبائنا وأجدادنا وأحبابنا، وإننا الآن في ضيافة الرحمن، ما عندنا تكليف، التكليف في الدنيا فقط، أما الآن هناك النعيم. يا أهل الدنيا أبشروا، البشارة. فإنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا، تبشر أهل الإيمان وتنذر أهل الكفر وتنذر أهل الشقاء، أنذرهم، إياك أن تدعهم هكذا، لابد أن تنذرهم لعلهم يستفيقوا، لعلهم يرجعون إلى الله، لأن يوم القيامة يقولون يا ربنا إن هؤلاء الأنبياء لم يبلغونا، ومن بعدهم العلماء كتموا ولم يبلغونا، والدعاة تهاونوا ولم يبلغونا. ستكون هناك شكايات يوم القيامة، سيأتي عدد من المشركين والكافرين والملحدين والظالمين يرفعون الشكايات إلى الله، يقول يا ربنا كيف تعذبنا وهؤلاء الذين كلفتهم بالتبليغ والدعوة لم يقوموا بوظيفتهم. هناك علماء ساكتون، وهناك دعاة هينون، وهناك وعاظ باردون، لم يوصل الفكرة إلينا، فكيف تعاقبنا وكيف تحاسبنا؟ سيدافعون عن أنفسهم. لهذا وجب على العلماء ووجب على الدعاة ووجب على أهل الوعظ والإرشاد وعلى أهل الخير أن يجتهدوا ويضاعفوا من جهودهم في التبليغ والإرشاد لكي لا تبقى هناك حجة. إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. هكذا ربنا عز وجل سنته منذ أن خلق آدم إلى قيام الساعة، ما من أمة، الأمم الماضية والقرون الخالية كلها ربنا أقام فيهم حجة، جاء أنبياء وجاء مرسلون وجاء صالحون وجاء علماء وجاء دعاة ناصحون، كل هؤلاء قاموا بالوظيفة. لماذا؟ ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة. ثم قال ربنا عز وجل وإن يكذبوك فقد كذب الذين من قبلهم جاءتهم رسلهم بالبينات وبالزبر وبالكتاب المنير ثم أخذت الذين كفروا فكيف كان نكير. لا إله إلا الله. ربنا عز وجل يقول يا محمد إذا كان هؤلاء الناس من المشركين قد كذبوك ووصفوك بأنك مجرد مخادع وأنك جئت بأساطير الأولين وأنك تطلب الزعامة وأنك جئت بأفكار مغلوطة لا يقبلها المنطق والعقل، وقالوا بأنك ليس هناك وحي من السماء وإنما افتريته، فإن كذبوك يا محمد فلست أنت أول من كذبه قومه، الأنبياء السابقون كذبوهم أقوامهم، كل نبي جاء من عهد آدم عليه السلام مرورا بسيدنا نوح وسيدنا صالح وسيدنا شعيب إلى أن وصلنا إلى سيدنا موسى وسيدنا المسيح عليه السلام إلى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، جميع الأنبياء في أقوامهم كذبوهم و اتهموهم بالباطل بل وقاتلوهم وحاربوهم. ماذا جاء الله تعالى؟ قال فقد كذب الذين قبلهم جاءتهم رسلهم بالبينات، البينات يعني الأدلة الدالة على الحق، على صدقهم فيما أخبروه، جاءوا بالأدلة البينات، البينة يعني الوضوح الدال، وجاءوا بالزبر، الزبر هي الكتب
المكتوبة المجموع فيها الأحكام تسمى الزبور، زبور داود، مجموع زبور هي الزبور، هي الكتب المدونة فيها أحكام الشريعة السماوية عند كل أديان، عند اليهود، عند النصارى، عند المسلمين، وكلها من عند الله سبحانه وتعالى. جاءت رسلهم بالبينات وبالزبر والكتاب المنير. الكتاب المنير هي الكتب المقدسة اللي هي التوراة والإنجيل وآخرها القرآن المهيمن على كل شيء. سماه الله الكتاب المنير أي المضيء في أخباره الصادقة وأحكامه العادلة. فليس فيه شبهة، من قرأه فيه لأنه منير، ما فيه اشتباه ولا قصور، بل فيه كل الوضوح. ثم قال ربنا عز وجل بعد ذلك: جاءتهم رسلهم بالبينات وبالزبر وبالكتاب المنير ثم أخذت الذين كفروا فكيف كان نكير. لما رفضوا دين الله ورفضوا شريعة الله، التاريخ، اسأل التاريخ ما الذي وقع. كل شيء مكتوب في التاريخ في الكتب وفي الوقائع الأركيولوجية. اذهب إلى الأماكن التي وقعت فيها أحداث الأنبياء مع أقوامهم، خذوا في الشرق الأوسط، تجد هناك الأدلة والبراهين أن الله تعالى أخذهم أخذ عزيز مقتدر بأنواع من العقوبات. هناك من أرسل إليهم الطوفان، وهناك من سلط عليهم الغرق، وهناك من سلط عليهم الجراد والضفادع والدم، وهناك من سلط عليهم الجفاف، وهناك من سلط الله بعضهم على بعض فقتل بعضهم بعضا وأفنى بعضهم بعضا، ومنهم من سلط عليهم بعض المتكبرين والمتجبرين في الأرض فأثنوهم واستعبدوهم. وممكن أن يكون كورونا الذي يعاني منه الناس هو أيضا جندي من جنود الله، نوع من العقاب لكي يعود الناس إلى ربهم. ثم أخذت الذين كفروا فكيف كان نكير، كان أشد النكير وأعظم التمثيل. فإياكم وتكذيب هذا الرسول، إياكم وتكذيب هذا القرآن، فيصيبكم كما أصاب الأمم السابقة من العذاب الأليم والخزي الوخيم. ثم ينهي ربنا سبحانه وتعالى هذا المقطع بعد أن جاد لهم في الحق وأعطاهم البينات. ربنا أراد أن يلفت انتباههم إلى الكتاب الثاني. الله عز وجل له كتابان، كتاب مقروء وكتاب منظور. الكتاب المقروء هو القرآن، هذا الذي نقرأه، هذا كلام الله، كتاب الله. أما الكتاب الثاني المنظور فهو الكون من حولنا، هذا الكون كله كتاب الله بما فيه من سماوات وأراضين وجبال وبحار وأنهار ومخلوقات شتى لا تعد ولا تحصى، كلها تدل على عظمة الخالق وعلى رحمته وعلى لطفه وعلى إبداعه وعلى جماله وعلى كرمه وعلى جوده وعلى قوته وعلى جبروته وعلى كل شيء. قال ربنا سبحانه وتعالى: ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز غفور. لا إله إلا الله، انظروا إلى هذا الإبداع. الله تعالى يذكر خلقه ويذكر المتضادات. هي هذه المتضادات الموجودة في العالم هي من أصل واحد، كل المتضادات أصلها واحد، مادتها واحدة، ولكن فيها من التفاوت والفروق ما هو شيء معروف. كل هذا يدل على إبداع الله وكمال قدرته سبحانه. ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء، ماء واحد، الماء المنزل من السماء واحد، فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها. لا إله إلا الله، انظروا إلى أنواع الثمرات والنباتات والزروع والكروم والخضروات والفواكه والأشجار. يا سبحان الله، ليس لها عد. الناس حاولوا أن يحصوا كل هذه الأنواع المختلفة ويتسقى من ماء واحد، تسقى من ماء واحد ونفضل بعض على بعض في الأكل. يا سبحان الله، كل ما هو مشاهد للناظرين، فالماء واحد والأرض واحدة،
لكن الثمرات مختلفات والنباتات متنوعات. من خلقها؟ من أبدعها؟ إنه الله سبحانه وتعالى. ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها، ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود. حتى الجبال قد يكون هناك كلام في النباتات، لأن كائنات حية، النباتات تتفاعل مع التربة والهواء والماء والرياح. لكن انظر إلى الجبال، هذه الجبال الصماء التي جعلها الله أوتادا. الجبال هي أوتاد، أن تميد بكم الأرض، تجدها مشتبكة، بعضها مشتبك وبعضها جبل واحد، لكن ألوان الجبال مختلفة ومتعددة. هناك جدد بيض، هناك جبال بيضاء مثل الثلج، وهناك جبال طرائق صفر وحمر فيها لون أصفر أو أحمر، وهناك جبال فيها غرابيب سود أي شديد السواد. يا سبحان الله، حتى الجبال، حتى الحجارة الصماء البكماء متعددة الألوان. ثم قال حتى الناس، الناس انظروا إلى الناس هم كذلك مختلفون، ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز غفور. لا إله إلا الله. حتى الناس انظروا، هذا أبيض وذاك أسمر وذاك أسود وذاك أزرق اللون، أشكال وألوان. والدواب والأنعام، انظروا إلى أشكال الدواب والأنعام، فيها اختلاف الألوان والأصناف والأوصاف والأوساط والأصوات والهيئات. يا سبحان الله، كل شيء مرئي بالأبصار مشهود للنظار. الكل من أصل واحد، مادة واحدة، ماء واحد، لكن مختلفة في أشكالها. من يدرك هذه الاختلافات؟ إنهم العلماء. العلماء، إنما يخشى الله من عباده العلماء. كل العلماء، هناك علماء الفيزياء وعلماء البيولوجيا وعلماء الأرض وعلماء الفلك وعلماء النجوم وعلماء النباتات وعلماء المياه وعلماء الطب وطبعا علماء الدين. كل هؤلاء كلما ازداد علمك ازددت خشية لله. فالإنسان كلما ازداد علمه إلا وخشي الله أكثر. فالعلماء هم أشد الناس خشية، لهذا العلم له فضيلة كبيرة. فالدين الإسلامي فيه آيات كثيرة جدا تدعو إلى العلم وتمجد العلم وتثني على العلماء، ولكن للأسف أبناء الأمة الإسلامية تركوا العلم وتركوا المعرفة واتجهوا إلى طرق شتى مختلفة. إنما يخشى الله من عباد العلماء. كل من كان بالله أعلم كان له أكثر خشية وخشي الله أكثر وكف عن المعاصي واستعد للقاء الله، فهؤلاء هم أهل الله، كما قال تعالى رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. لهذا كان عبد الله بن مسعود رضي الله عنه كما يقول: ليس العلم عن كثرة الحديث، ولكن العلم عن كثرة الخشية. كانوا كيسحبوا العلماء هم اللي حافظين الحديث، كيبقى يقول عنعنة، حدثنا فلان عن فلان، ذكرنا فلان، كيذكر الأحاديث والطرق ديالها. هذا كله جميل، هذا علم يسمى علم الحديث، أو يذكر لك الفقهيات، أخبرنا فلان الفقيه فلان والاستنباط وغيرها، أو غير من العلوم الشرعية، ويتباهى بأنه حفاظ وأنه يحفظ المتون وأنه يعرف الرجال. هذا كله جميل جدا، لكن ليس هو الثمرة. هذه كله كتسمى علوم آلة، علوم آلة، لكن الثمرة هي الخشية. فكان عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول: ليس العلم عن كثرة الحديث، ولكن العلم عن كثرة الخشية. لابد أن العلوم توصلك إلى خشية الله، يعني زبدة العلوم وثمرتها ومقاصدها العليا أن تكون أكثر خشية لله تعالى. إن الله عزيز غفور، يعني أن الله كامل العزة، ومن عزته أن خلق هذه المخلوقات المتضادات، وغفور أي غفور لذنوب التائبين. ثم يختم ربنا عز وجل هذا الثمن بقوله عز وجل: إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور.
ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. وكأن هذا هو الخلاصة، هذا الثمن من سورة فاطر كان خلاصة الكلام. ربنا يعطينا خلاصة كل ما ذكر، وهو أن الذين يتلون كتاب الله من صفات أهل الإيمان أنهم يهتمون بالقرآن، لأن هناك من يهجر القرآن. وقال الرسول يا رب إن قومي يتخذوا هذا القرآن مهجورا. هناك من يقرأ القرآن في رمضان ويتركه في طول سنة وينتظر حتى يأتي رمضان المقبل، وما يدريك هل سنعيش إلى رمضان المقبل أم لا. لكن أهل الله علاقتهم بالقرآن يومية، يسمونه الورد اليومي، وهم يتلونه كل يوم. إن الذين يتلون كتاب الله أي يتبعونه ويقرؤونه ويعملون بأوامره فيمتثلونها وينظرون إلى نواهيه فيتركونها وينظرون في أخباره فيتأملونها ويصدقونها ويعتقدون بها، وإذا سمعوا كلام الله لا يقدم عليه كلام آخر، كلام الله يعلو ولا يعلى عليه، وإذا تلوه فإنهم يتلون ألفاظه بقواعدها، وإذا درسوا معانيه فإنهم يستخرجون كنوزها. هذا معنى قول الله إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة، يعني بعد أن قرأوا القرآن إذا جاء وقت الصلاة قاموا، رفع الأذان يقومون للصلاة، والصلاة هي عماد الدين. وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية، إذا جاء وقت النفقة ووقت العمل، يعني قبل أن ينفق لابد أن يكسب، لابد أن يتجر العمل للتجارة للصناعة للخدمات فيكسب مالا حلالا، ثم ينفق منه على الفقراء والمساكين والأقارب والأيتام وغيرهم، إما زكوات إما هدايا إما صدقات إما نذور إما كفارات. وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية، مرة يعطي إنسان سرا حتى لا يدخل الكبرياء ولا الرياء، ومرة يعطيه علانية حتى يشجع الناس على العطاء. فالمؤمن يعطي صدقاته مرة سرا ومرة علانية في كل الأوقات وفي كل الأحوال. هؤلاء ما هو جزاؤهم؟ قال ربنا عز وجل إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. الله، هذه تجارة حقيقية. من أراد أن يفلح ويفوز، التجارة اللي فيها الكسب الذي لا يضيع هي هذه. أي تجارة أخرى فهي مؤقتة سرعان ما سوف تنقضي. اسألوا التجار الكبار، اسألوا كبار تجار، يا ما ربحوا صفقات، يا ما ربحوا أموال طائلة، وبعد ذلك جاءتهم أشياء وضاع منهم المال، إما سرق إما كساد إما ضرائب إما خسارات، وإما مرض سقيم أجلسه الأرض، وإما موت ثان ترك المال وخرج من الدنيا حافي القدمين عاري الجسد. أما التجارة التي لن تبور، التجارة التي هي رابحة ما فيها لا ضرائب وما يقدر أحد يخونها ولا يسرقها وتبقى دائما وأبدا حتى بعد الموت تنفع، هي هذه التجارة. يرجون تجارة لن تبور. إن الذين يتلون كتاب الله، القرآن العظيم، إياكم أيها الأحباب اهتموا بالقرآن. إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة، الصلاة في وقتها، وأنفقوا النفقة مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. الله، الله على هذه الكلمة شحال جميلة، الله على آية شحال لذيذة. شوف ربنا عز وجل الكريم، هذا هو الكريم. نحن سعداء، لنا رب اسمه الكريم، لنا رب اسمه الجواد، لنا رب اسمه الشكور، لنا رب اسمه الغفور. يا ما ما يا هنانا، يا هنانا أهل الإيمان واليقين، ما أسعدهم. ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله، يعني الأجر ديالك غادي يقطع لك وافي. أنت قدمت درهم، الدرهم إلى عشر حسنة بعشر أمثالها، إلى مئة حسنة، إلى ألف حسنة، إلى سبعمائة، إلى ألف، إلى ما لا نهاية، إلى ما لا نهاية. مثل الذين ينفقون أموال في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة
والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. قد تكون 70 إلى 700 إلى 7000 إلى 7 ملايين إلى 7 مليارات إلى 7 بليارات إلى ما لا يعد ولا يحصى. درهم واحد ربنا يعطيه بالأضعاف المضاعفة ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله. إذا أعطاك يزيدك من فضله. إنه غفور شكور. أن الله غفور السيئات. جميع الذنوب وجميع السيئات التي وقعنا فيها. كنوا مطمئنين أيها الأحباب. الله تعالى سمى نفسه الغفور من أجل نحن المذنبين. من أجل نحن المفرطين. لا تخافوا. إياكم أن تحزنوا. الله سمى نفسه الغفور فسيغفر لنا جميعا. وأكثر من هذا بعد أن يغفر السيئات إنه غفور شكور. أنه يشكرنا على الأعمال. يوم القيامة يقول لك شكرا لكم. الله تعالى يشكرك على عبادتك وعلى طاعتك وعلى إنفاقك وأنت المستفيد الأول. فالله تعالى شكور. فهنيئا لنا بهذا الإله العظيم. اللهم حبب إلينا الإيمان. اللهم زينه في قلوبنا. اللهم كره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. واجعلنا من عبادك الراشدين. واجعل آخر أنفاسنا من الدنيا. لا إله إلا الله محمد رسول الله. عليها نحيا وعليها نموت وعليها نلقى الله. السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.